فضحتهم واتهمتهم. الولايات المتحدة تتهم قسد بتسريب معلومات زودها بها التحالف الدولي وتحملها مسؤولية فشل بعض العمليات. تنظيم الدولة يضرب على جبهتين، هجمات توقع قتلى للنظام في دير الزور واستهداف لقوات سوريا الديمقراطية شرقي المحافظة. والمرحلة الأولى تتضمن 100,000 إيراني. منظمة الحج الإيرانية تقول إنها اتفقت مع نظام على استئناف السياحة الدينية إلى أراضيه. جولة جديدة مما تبقى، حياكم الله. كشف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة كشف عن تسريب قوات سوريا الديمقراطية لمعلومات استخباراتية. الولايات المتحدة أصدرت تقريرا للمفتش العام حول عملية العزم الصلب التي يقوم بها التحالف الدولي ضد التنظيم في سوريا. التقرير قال إن عمليات العزم واصلت دعم قسد من خلال توفير المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع، لكن عمليات قسد ضد التنظيم انخفضت بشكل عام مقارنة مع الفترة السابقة. التقرير أضاف أن عناصر قسد يستمرون في تسريب المعلومات، ما أدى إلى الإنذار المبكر للأهداف وإجراء عمليات فاشلة. من أخبار المنطقة الشرقية كذلك وقسد وأخبار تنظيم الدولة، التنظيم تبنى استهداف 10 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور. تنظيم الدولة أعلن أن عناصره نفذوا كمينا بشاحنة تنقل عناصر من قسد في منطقة غريبة بريف دير الزور الشرقي. على الجانب الآخر، التنظيم استهدف نقاطا عسكرية لقوات النظام في دير الزور. تقارير إعلامية أكدت مقتل 7 عناصر من ميليشيا محلية تابعة لقوات النظام.
يعني الجماعة في قسد أتعبوا التنظيمات من بعدهم، أتعبوا كل التنظيمات في سطح الكوكب. هؤلاء يتبعون بالولاء لأم، قسم منهم لواشنطن، قسم منهم لموسكو، قسم للنظام، قسم لإيران، قسم للفرنسيين، قسم للبريطانيين. الجماعة في قسد كذلك قسم منفصل لوحده، قسم يتبع لا أحد، لا أحد، لنفسه هكذا. الجميع يسرب، الجميع من هؤلاء في قسد يسرب معلومات للجهة التي تدفع طبعا، وهذا الكلام معروف. والدواعش اشتروا ليس فقط المعلومات من قسد، اشتروا السلاح، بعض السلاح الأمريكي الذي وصل إلى قسد بقبضة الدواعش بالمال. الدواعش الآن معهم تمويل، تنظيم الدولة هذا معه أموال. نائب زعيم تنظيم الدولة في العراق قال نحن نفرض إيتاوات، قال نحن نفرض إيتاوات على التجار، على الأطباء، على أصحاب المحلات، هذا في نينوى في الموصل في العراق، يأخذون منهم أموال، يأخذون أموالا من الناس، وليس فقط في العراق، جزء كذلك في سوريا تدفع الناس إيتاوات لهؤلاء. الناس تقول إن عناصر التنظيم يتجولون ليلا، ملثمو تنظيم الدولة يتجولون ليلا في قرى دير الزور التي تخضع لسيطرة قسد، يتجولون ليلا في القرى. الجماعة الدواعش عادت حليمة لعادتها القديمة بكل بساطة، والتنظيم يملك أموال، يشتري معلومات ويفشل عمليات قسد ضده. أصلا هناك من يقول إن قسد تريد جزء من قسد يريد بقاء التنظيم موجود على حاله حتى تبقى واشنطن. واشنطن الآن حجتها ومبررها الأساسي نحن نريد البقاء في سوريا لأن الدواعش موجودون، فجزء من قسد لا يريد زوال الدواعش، جزء من قسد المرتبط مع موسكو والنظام هذا بالتأكيد موقفه غير هذا الموقف، يريد زوال الدواعش لأنه يريد زوال واشنطن. قسد حيرت التنظيمات من بعدها. المفتش العام الأمريكي قال إنه هؤلاء الجماعة مخترقون وهؤلاء يبيعون المعلومات للدواعش مقابل المال. لكن هذا المفتش العام الأمريكي نفسه بالأمس أول من أمس فضحتهم النيويورك تايمز. النيويورك تايمز قالت إن الجيش الأمريكي ارتكب في الباغوز آخر معاقل تنظيم الدولة في 2019 مجزرة. وصفت هذه المجزرة تقول كان هناك طابور من النساء والأطفال، حوالي 80 امرأة وطفل، طابور. أتت طائرة F-16 ويعلمهم الطيار وقصفهم جميعا، 80 امرأة وطفل. قال لك دواعش. الآن بعد هذه الضربة هناك ضابط في البحرية الأمريكية في مكتب المفتش العام قال يا جماعة لماذا فعلتم هذا الأمر، فطردوه. هذا المفتش العام الأمريكي الذي يأتي ويحقق في تسريبات قسد للدواعش. تنظيم الدولة هو منذ فترة عاد للضرب بقوة، لكن في المناطق التي يسيطر عليها النظام، الآن انتقل إلى مناطق قسد، وفي كلا الحالتين هذا التنظيم يذوب في البادية السورية في كهوفها ومغورها، وعملية ملاحقته عملية صعبة جدا. البعض يقول لك إنه هذا تمثيلية، هذا ادعاء، البعض لا، يعني هذا واقع حال هؤلاء موجودون الآن، يعملون لصالح هذه الجهة أم لصالح هذه الجهة هذه قصة أخرى، لكن هؤلاء موجودون ويقتلون من قسد مؤخرا، وازدادت عملياتهم، والأخبار تقول أنهم المرحلة القادمة في تركيز، في طور التركيز على المناطق التي تحكمها قسد. أما المناطق التي يحكمها النظام والروس والإيرانيون من دير الزور فعملياتهم شرسة، وهذا منذ فترة. هذا بغض النظر عن تبعية قيادات هذا التنظيم لمن، من الذي أعاد أحيائهم أم هم أحيوا ذاتهم من جديد، لكن المعلومات تقول أن هذا التنظيم تحصل على أموال جديدة وبالتالي تحصل على قدرة تجنيد جديدة، هو بهذه الأموال يجند عناصر جدد وبالتالي يضرب الطرفين. استأنفت إيران والنظام استأنفا السياحة الدينية إلى سوريا. تم الاتفاق على أن ترسل طهران في المرحلة الأولى 100,000 إيراني إلى سوريا لزيارة المواقع الدينية. رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان قال إنه وقع اتفاقية خاصة بالسياحة الدينية مع وزير السياحة في حكومة النظام محمد رامي مارتيني.
راشيديان أضاف أن حكومة النظام تعهدت بموجب الاتفاق بتوفير جميع الإجراءات الأمنية والصحية فيما يتعلق بفيروس كورونا لجميع الزوار الإيرانيين. للحديث عن موضوع الحجاج الإيرانيين معنا من شتوتغارت في ألمانيا الكاتب والباحث السوري دكتور أحمد هواز. دكتور أحمد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بكم أستاذ موهام. مرحبا. 100,000 إيراني في المرحلة الأولى حجاج. طبعا يعني لفظ حجاج وغير صحيح، لا شك في ذلك، وإنما هنالك محاولة بطريقة أو أخرى للسيطرة على سوريا من خلال التشيع. التشيع في سوريا هدف استراتيجي، وكما يقول دكتور نبيل خليفة، المعركة في سوريا يعني ليست النتيجة هي طرد السنة، إنما سبب الحرب في سوريا هو طرد السنة من سوريا. الواقع وموضوع طرد السنة بأن إفراغ سوريا من السنة مستحيل، ولكن بعد طرد الملايين البشر لابد من تشييع ما تبقى منهم، وهنالك نوعان للتشييع: التشييع السياسي والتشييع العقدي. التشييع السياسي نجحت فيه إيران بطريقة يعني واضحة المعالم، بأنها استمالت كثير من الفئات من خلال التجويع، من خلال الحاجة للمال، من خلال أيضا الجنس المقنع المسمى بالمتعة وما شابه. الآن ستنتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة التشييع العقدي. التشييع العقدي هذا ليس الآن، بدأ منذ مطلع الثمانينيات في القرن المنصرم، وربما أقول لك منذ وصول خميني اتضح بشكل يعني جلي، ونحن رأينا كيف كان يأتي الإيرانيون إلى سوريا وكيف تعاون النظام السوري مع إيران في حربها ضد العراق، ودعم إيران يعني بشكل واضح، وأراد إسقاط النظام في العراق. ليس هذا فحسب، الوصول الإيرانيين إلى قلب بغداد. طيب. ومن ثم التحام هذا الهلال الطائفي مع بعض، لكنه فشل، وحينما فشلت فعلا إيران في السيطرة على العراق جاءت أمريكا عبر سلسلة طويلة لتسقط النظام في العراق وتجعل الهلال الشيعي واقعا على الأرض. إذن التشيع هو مطلب أمريكي وليس فقط مطلب إيراني، لأن هذا يؤدي إلى التدمير الذاتي في المنطقة، أي الصراع المجتمعي ما بين يعني سنة وشيعة. أنت لا تستطيع أن تقول بأن يعني أمريكا تدعم الشيعة على حساب السنة أو العكس، لا، هي تريد تدميرا ذاتيا، ولذلك تستخدم هذا المذهب، تستخدم أصحاب هذا المذهب من الذين لديهم أحقاد طائفية وتوظفها بشكل جيد. حسن.
الآن انظر إلى المناطق في دكتور سوريا. إذا سمحت لي، طيب هؤلاء 100,000، يعني البعض يقول لك الإيرانيون لماذا يعلنون هذا الإعلان؟ قد لا يكون منطقيا، من أين سوف يأتون 100,000 ولو أوضع في سوريا على هذه الطريقة؟ من ثم هل فعلا إذا تم إرسال 100,000 ربما يكونون من جنسيات أخرى، هل سوف يبقون في سوريا؟ تصورك لهذه الجزئية؟ يعني دعك من الأرقام، أنت لديك أكثر من 1,000,000 الآن في سوريا ربما تم تجنيس هؤلاء وأعطيوا الجنسية السورية، وقد قال رأس النظام في 2014 حين تحدث عن يعني سوريا المفيدة ومن هو السوري الذي يدافع عن سوريا إلى آخره، هنالك آلاف يعني نحو 70 فصيلا طائفيا جلبتها إيران إلى سوريا قاتلت السوريين، هؤلاء كلهم سيجنسون في سوريا. أما موضوع الأرقام فهذا موضوع ليس مهما، إنما هي لتقدم فكرة بأنها تستطيع أن تحشد 100,000 لزيارة المناطق التي تسميها السياحة الدينية أو الحجيج الإيراني إلى سوريا. أين هي حركة هذه الجموع؟ لاحظ معي، الإيرانيون يهتمون بقضية الطرق، يسمون يعني هناك لديهم طرق مقدسة يطلقون عليها، مثلا طريق السبايا، طريق كربلاء، طريق سامراء إلى آخره. هذه المناطق أو هذه الطرق هم يرون أن هنالك الرحلة الحسينية أو الكربلائية التي أجبر من خلالها آل البيت، هكذا يتخيلون أن بني أمية فرضوا عليهم السبي فمروا بطرق مختلفة ثم استقر بهم المقام في دمشق. هم يريدون السيطرة على هذه المنطقة أو هذه الطرق وإحياء مناطق يقولون داخل هذه الطرق أنه من هنا مر أهل البيت، من هنا مرت زينب، من هنا مر فلان، من هنا مر فلان، وذلك يذهبون إلى مناطق ليست حتى الأسماء ليست تتبع أهل البيت، مثل عين علي وغير هذه المناطق في دمشق السيدة زينب، هذه لا تتبع للسيدة زينب تاريخيا، لذلك يريدون إحياءها. وهذا الإحياء بدأ منذ وصول خميني حين أحيوا منطقة السيدة زينب، ثم صنعوا فيها مركزا دينيا، ثم صنعوا مستشفى الخميني، وهكذا رويدا رويدا يصلون إلى السيطرة على سوريا من خلال هذه المناطق. هناك أمر آخر أستاذ معاذ لو سمحت لي، أنه في 2014 أيضا أصدر حسون المفتي النظام بأن المذهب الجعفري سوف يدرس في المدارس السورية. نحن الآن أمام جامعات ومعاهد تتبع لإيران تقوم باحتضان الأطفال وتعليمهم تعاليم الدين الشيعي الدين الخاص بهم طبعا، ثم يؤهلون فئات منهم للذهاب إلى إيران والدراسة في الحوزات والعودة. هذا زمانهم دكتور، هذا زمانهم إذا كانت السعودية تمول الآن جامعات في اليمن في صنعاء لتدريس المذهب الجعفري الاثني عشر، هذا زمانهم. طيب ما أخبار انتزاع سوريا من الحضن الإيراني إذن وفق هذا الذي تقوله؟ لا هذه كذبة كبيرة وتحدثنا بها مطولا أستاذ معاذ في لقاءات معكم مختلفة. هم يعملون على تمكين إيران في المنطقة ثم يشيعون وهم الصراع. لماذا الإمارات تعمل على ذلك؟ يعني أنت تعلم أن الإمارات الحديقة الخلفية لإيران، هنالك نحو 30 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع إيران. إيران يعني الأذرع الإيرانية داخل الإمارات تسيطر على نحو 80% من الاقتصاد الإيراني. الاقتصاد الإيراني الثقل فيه بين الهنود والإيرانيين، والإيرانيون والإماراتيون بعلاقة ممتازة جدا على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الجامعات الموجودة الإيرانية والمعاهد والمطبوعات وعلى كلها داخل الإمارات وتمول من الإمارات، وهنالك تمويل هائل يصدر من الخليج من يعني الخمس الذي يدفع في بعض الدول الخليجية يغطي كثير من المعارك والجرائم. الحديث في هذه مسألة الخمس عن الكويت تحديدا، يقال أكثر الأموال تأتي من الكويت. أكثر الأموال الخمس تصدر من الكويت. ليس هذا يعني أذكر لك أن الشاه ليس الخميني، حين زار الكويت تجار كويتيون من الشيعة عرضوا على الحكومة الكويتية في ذاك الوقت أن يمدوا سجادة حمراء من القصر الأميري حتى مطار الكويت. تخيل هذه المسافة ليستقبلوا الشاه. فسألهم وقتها الحكومة الكويتية ووجهت لهم سؤالا، لو أن زعيما عربيا أو زعيما مسلما سنيا زار الكويت هل ستفعلون الأمر نفسه؟ قالوا لا. إذن هنالك ولاءات قديمة. طيب القوم واضحون. طيب دكتور أريد أن أعود بك إلى هذه مسألة الحجيج والزوار.
يفترض جدلا أن أحد هؤلاء الحجاج، أحد هؤلاء الميليشيات تجنس سوريا، أصبح سوريا. دكتور، هل هذا الكلام يعني منطق؟ هل يستطيعون الانخراط في سوريا؟ هل يستطيعون الذوبان في المجتمع السوري؟ طبعا يستطيعون، لأن هناك قوة منظمة ستكون في سوريا على حساب كثرة مبعثرة وكثرة طرد منها الغالبية. دعني أقول لك هذا الشيء، دائما القلة المنظمة أفضل من الكثرة المبعثرة. لدينا مشكلة نحن في العراق، حين ظهرت الدولة العراقية في 1921 هنالك من امتنع، حتى أول لواء تشكل في الجيش العراقي لواء موسى الكاظم رفض كثير من الذين في العراق الدخول في الجيش، قالوا نحن لسنا من العراق، لسنا عراقيين، فسميوا أصحاب التابعية الفارسية أو التابعية الإيرانية، وهذه قضية معروفة في العراق، قضية خطيرة جدا. في عام 79 قبل اندلاع الحرب العراقية الإيرانية قامت الحكومة العراقية بطرد كثير من هؤلاء الذين تبين أن لهم علاقات يعني قوية جدا مع إيران، وحملتهم مسؤولية بعض الأعمال التخريبية والتفجير وما شابه. حين ذهبوا إلى العراق عادوا بعد مدة كم، أكثر من مليون إيراني الآن وطن في العراق. الشيخ حارث الضاري رحمه الله في عام 2006 نشر وثيقة تثبت بأن أكثر من مليون إيراني تم تجنيس هؤلاء في العراق، الآن هم مجنسون في العراق ويعرفهم العراقيون، يسمونهم العجم أو أصحاب التابعية الإيرانية، ولكنهم عراقيون ويذهبون ويأتون ويسيطرون على مفاصل الدولة العراقية. كذلك أنت انظر إلى القصة التي رواها جميل الأسد ورويت عن أحد شخصيات الكردية الذي قال فيها بأن أسرة الأسد أسرة بهرزية جاءت من منطقة بهرز، هي يعني كردية الأصل، واستقرت في سوريا في جبال اللاذقية، ثم سادت، انظر، سادت على العلويين. إذن دائما القلة المنظمة التي تستطيع أن تملك القوة، تملك السلطة، أفضل من الكثرة المبعثرة. فلا يمكن أن نتخيل بأن هؤلاء سيكونوا جسما غريبا ولا يمكن أن يذوبوا بالمجتمع السوري، لا، سيتمكنون من ذلك، لأن الأعوان الذين تمكنت إيران من تشييعهم سياسيا وعقديا سيكونون الداعم الأساسي لهؤلاء، لأن هؤلاء سوف يحوزون على المال. حتى تسيطر على البقية يجب أن يكون لديك المال، لديك المصانع، لديك يعني لديك السيطرة على وسائل الإنتاج. كل هذا تفعله إيران. ولو عدت على الخطة الخمسينية في تشييع المنطقة التي نشرتها البيان في عام 98 تجد أن الخطوات كلها قد ذكرت، ولكنها تسارعت مع بدء الربيع العربي وتمكين أمريكا لإيران في مقاتلة الشعب السوري، وتمكين إيران وأذرع إيران ومن ثم روسيا وأمريكا بطرد الكتلة الصلبة من سوريا وتم لهم الأمر. طيب الأقليات، طيب دكتور، هذا زمانهم. من تبقى دكتور، هذا زمانهم، يعني الحال لهم في العراق، هم الملاك، هم الملاك في سوريا، في لبنان، في اليمن أنت ترى، في البحرين أنت ترى، يعني هذا زمانهم. طيب ثم ماذا؟ صحيح، هو زمانهم بانكفاء الحالة العامة. هنالك أنت حين تنظر إلى الثورة السورية، انظر إلى موقف إيران في دعم النظام، وكم قدمت من مليارات وقدمت من دماء وإلى آخره، وأذرعها الطائفية ماذا فعلت في سوريا، في حين انظر إلى الحكومات العربية السنية بين قوسين ماذا فعلت بالشعب السوري، منعته من الدخول، حرمته من أن يكون له حق يعني الإقامة في أي بلد عربي يحتاج إلى آلاف. هذا حدث دكتور، هذا حدث العربية. ثم ماذا؟ ما توقعاتك؟ يعني ما الخطوة القادمة؟ أنا أقول دائما وأردد يعني بأن الحالة التي نحن نعيش بها نتاج 100 عام ماضية. هذه 100 عام التي تمخضت عنها الدولة الوطنية التي انظر ماذا حصل فيها من مصائب، هذه لن تستمر على هذه الشاكلة. هناك تغيرات أيضا في العالم، لأنه أنا يعجبني قول للمفكر العراقي حسن العلوي، وهو يعني من أكثر الذين ربما دافعوا عن عمر بن الخطاب وعن السنة، وهو رجل بين قوسين شيعي، يقول لكنه مع الحكم، يعني حسن العلوي. طيب ماذا قال؟ لا هو يقول له كلام مهم جدا. يقول نحن الشيعة كجزيرة قبرص في المتوسط، لا يمكن أن السيطرة لنا على العالم الإسلامي السني. وهذا الكلام وصل إليه
كبار المفكرين الذين درسوا الحالة كصبح الطفيلي وغيره، كل هؤلاء الذين درسوا حالة ما يفعله الشيعة، حتى نصر ولي في نهضة الشيعة تحدث عن ذلك، قال هنالك رغبة في أن تضع أمريكا يدها في يد الشيعة لمحاولة السيطرة على العالم السني وإضعاف السنة. وهذا ما يحدث. هذه مرحلة القرن الرابع الهجري يحدثنا التاريخ أنه انهار فيه العالم السني وظهرت فيه كثير من هذه الدويلات، ولكنها بلحظة ما انهارت تماما وعاد العالم السني إلى النهوض. ولذلك الذين يحاولون القضاء على السنة هم يعلمون أن الخطر القادم عليهم من السنة وليس من الشيعة. يا دكتور، يا دكتور كيف هذا الكلام؟ كيف هذا الكلام؟ الآن يا دكتور واضح. اي جيد، الوقت انتهى، لكن الآن يقول البعض كيف هذا الكلام واقعي؟ الآن الدور على السعود، على البحرين والسعودية والكويت، هم انتهوا من بلاد الشام واليمن. أنا أتفق معك، لكن دعني أقول لك أن النهوض لا يأتي إلا بانهيار. يعني لا يمكن أن تتحدث عن نهوض إلا مقابل انهيار، حتى يصل الناس إلى مرحلة يقولوا لن تنهض هذه الأمة ولن تقوم لها قائمة، فتجد بأن النهضة جاءت من حيث لا يعلم الناس. هذه هي الحقيقة. حين تدرس حركة التاريخ تجد بأن البساسيري استطاع أن يصنع فتنة كبيرة في العراق وأن يهرب الخليفة أو الحاكم السني الخليفة العباسي إلى منطقة صغيرة في العراق هي حديثة. من هذه المنطقة بدأت عودة الحياة من جديد. نعم. وانتهت فتنة البساسيري وسقطت الدولة العبيدية الفاطمية ونهضت الأمة من جديد. لماذا؟ لأن قوة السلاجقة اندفعت باتجاه هذه المنطقة وحمت العالم السني. إذن أنت لا تستطيع أن تحدد الانهيار من خلال ما يحصل، إن هذه الأمة يعني وجدت لتبقى وتسود لا لأن تفنى وتبيد. مع أن كثرا يعني استيأسوا مما تقوله دكتور أحمد الهواس الكاتب والباحث السوري من شتوتغارت. شكرا جزيلا لك. تمام، تبقى غدا بإذن الله 9 مساء بتوقيت دمشق. ما تبقى جاي في أمان الله.